الصور الأولى من موقع سقوط عدد من المواطنين من معدية في نيل بني سويف. الصور الأولى من موقع سقوط عدد من المواطنين والدراجات النارية صباح اليوم الجمعة من معدية قرية أسمنت بمركز ناصر في محافظة بني سويف. كان اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف تلقى إخطارا من اللواء منصور البغيدي مدير المباحث الجنائية بسقوط عدد من المواطنين وتسع دراجات بخارية في مياه النيل من معدية قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر. انتقلت قوات الإنقاذ النهري ورجال الإسعاف إلى موقع البلاغ واستطاعوا بمساعدة الأهالي من إنقاذ المواطنين.